السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة باترون حجاب الأميرة الجزء الثاني. هذا الحجاب هذا يصلح يا إما حجاب قصير أو طويل أو حتى لتحت الأرجل على حسب الطول المرغوب فيه. ناخذ ثوب متني على اثنان ونبدأ على بركة الله. نجيو لرأس الثوب بهالطريقة هذه، وناخذ طول المرغوب فيه حسب اللي باغين. الرأس مثلا خدينا هالطول هو المرغوب فيه اعتبارا هو 15، اعتبارا ناخذ 15 بهذا الشكل، وتبقى نقطة الصفر على جانب الثوب، 15 هنا أيضا، هنا أيضا 15. بالنسبة للقيمة 15 فهي قيمة مختارة فقط، يعني اختيار شخصي، اختيار على حسب طول. يبقى باترون حجابات الصلاة أنواع متعددة، وانطلاقا منه تلعب الاكسسوارات دور مهم في تزيين الموديل فقط لا غير. هذا هو الخمار، اعتبارا هذا هو الثوب متني على اثنان، فنحن نأخذ من هنا لهنا فتحة الرأس، وفتحة الرأس تكون بين 20 و25 سنتيم. يمكن الإشارة إلى أن الثوب من الأفضل أن يكون ثوب ممدد يتمدد، يعني إلاستيك مثل الجيرزي وأنواع أخرى، يعني ثوب يتمدد من الأفضل لخمارات ليكون مثبت على الرأس. هنا خياطة، هذه الجهة من طبيعة الحال نقوم بتشطيبها أو الفينيسيون، ثم نقوم بالخياطة هنا. هنا الثوب متني، هذا هو الموديل. عندما نقوم دائما نترك من طبيعة الحال القيمة للخياطة، وعندما نقوم ب تفصيل هذا الثوب تبقى الاكسسوارات شخصية. ممكن أن نضيف هنا كشكشة مثلا، كشكشة فتعطي شكل جميل جدا. ممكن أيضا بعض الإضافات مثل الاكسسوارات في هذه الجهة، ممكن أيضا إضافة اكسسوارات جميلة هنا مثل الأستراس وغيره. بالنسبة للخمارات الصلاة الخاصة بالبيت أو المناسبات أو خرجات عائلية، يمكن إضافة هنا بيه بألوان جميلة فتعطي شكل خاص، وليست بثمن باهظ، إنما تعطي شكل جميل ويظهر الثوب راقي جدا. إن أعجبكم هذا الشرح أتمنى أن تقوموا بالاشتراك، مشاهدة الفيديو من طبيعة الحال، تحويل الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، يعني مشاركته للأصدقاء والأحباب والأقارب. أتمنى أن تتواصلوا معي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والرابط في صورة القناة. أي باترون أنا في الخدمة، أي سؤال أنا في الخدمة، التواصل سيقودنا للعطاء أكثر إن شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم.